اهلا بحضراتكم من جديد. يعني احنا شفنا دلوقتي درجات الحراره مع بعض وعارفين خلاص ان الصيف انتهى رسميا. درجات الحراره بدات تقل بالتدريج وبشكل طبعا ملحوظ. يا ترى ايه حاله الجو الايام اللي جايه واحنا خلاص يعني باقي اسبوع على بدايه المدارس؟ في ناس كتير بتفكر كمان ان هي يعني تسافر لها كام يوم كده الايام دي قبل ما تدخل بقى في دوامه المدرسه. خلونا نعرف تفاصيل اكتر من دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة العمل للارصاد الجويه. وصباح الورد يا دكتور. صباح الورد على حضرتك استاذه مها واستاذه سلمى وكل الساده المشاهدين. اهلا بيكم. صباح الورد عليكي. واحنا بنبدا مع بعض كده بدايه الاسبوع في صباح الورد واول الاسبوع يوم السبت، يعني التوقعات ايه في الكام يوم اللي جايين للطقس والناس تعمل حسابها ازاي في اللبس واللي عايز يسافر يعمل ايه يعني بشكل عام؟ طب خلاص احنا بدانا فصل الخريف اللي معروف دايما بالتقلبات الجويه الحاده والسريعه خاصه في درجات الحراره اللي بتختلف بين فترات النهار وفترات الليل. احنا على مدار هذا الاسبوع درجات الحراره هتكون اعلى من المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين لثلاث درجات. اليوم العظمى على القاهره الكبرى 33 درجه مئويه، مع منتصف الاسبوع هتوصل ل 35 درجه مئويه، فاحنا هنحس بالاجواء الحاره فترات النهار. يمكن احيانا ممكن تبقى اجواء شديده الحراره فترات النهار منتصف الاسبوع على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، كمان المناطق الجنوبيه شمال وجنوب الصعيد بيشهدوا ارتفاع في درجات الحراره، فالاجواء عليهم اجواء شديده الحراره فترات النهار. المناطق الساحليه بتكون طبعا اقل درجات حراره، ودي اغلب المناطق المطله على البحر المتوسط. الاجواء عليها فترات النهار هي اجواء مائله للحراره، خاصه ان في كتل هوائيه قادمه من على البحر المتوسط، فبتخلينا نحس بارتفاع طفيف في نسب الرطوبه فترات النهار. لكن مع دخول ساعات المساء ودخول ساعات المغرب والساعات الاولى من الليل بيكون في نشاط للرياح، وده مهم جدا في الفتره دي، هيقلل احساسنا بنسب الرطوبه، نحس بانخفاض درجات الحراره فترات الليل. يعني الاجواء فترات الليل بتكون يعني لطيفه يا دكتور، مفيش اي امطار او حاجه، عشان احنا كنا لسه بنقول دي اخر دفعه لدخول المدارس الاسبوع الجاي، فلسه في ناس قدامهم فرصه، فما فيش امطار، ما فيش الكلام ده كله في المناطق الساحليه؟ لا طبعا، في رصد سقوط الامطار في المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط. يعني اليوم هيكون عند مطروح والسلوم فرص امطار خفيفه، لكن مجمل الامطار خلال هذا الاسبوع مش مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه. هنحس فقط بيها الاجواء الخريفيه الممتعه فترات النهار، مش مؤثره تماما. لكن مهم جدا ناخد بالنا من فروق درجات الحراره بين فتره النهار وفتره الليل، وده مهم جدا الفترة اللي جاية. طب بالنسبة للقاهرة بقى، الجو بالليل دلوقتي ابتدى حرفيا يبقى برد، فاحنا محتاجين بقى خلاص بالليل بتهيألي لازم يكون معانا جاكيت معظم الوقت. يعني الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر ممكن مع بداية الأسبوع اللي جاي، لكن لسه على مدار هذا الأسبوع هنحس فترات النهار، احنا بنقول في فترات النهار ارتفاع في الحرارة، وفترات الليل بالفعل أجواء معتدلة، فترات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل في بعض البرودة، لكن لسه مش هنقدر نضيف قطعة ملابس إضافية دلوقتي. ممكن مع بداية شهر 10 نبدأ نضيف قطعة ملابس إضافية للأطفال كمان، خاصة مع دخول المدارس، لأن فترات الصباح الباكر هنحس ببعض البرودة. يعني 10 هيبقى لسه الجو اللطيف اللي هو هنبتدي نزود جاكيت بالليل الكلام ده. أمال إمتى يا دكتور هنحس برد برد بقى خلاص هنلبس شتوي بقى؟ لا ده ممكن نقول مع النص الثاني من فصل الخريف، يعني مع يعني 11 مثلا، شهر 11 تقريبا، ممكن 11 او نص كمان شهر 11، لان النص الاول من فصل الخريف بياخد بعض سمات فصل الصيف اللي هو اعتدال درجات الحراره او ارتفاع في درجات الحراره والتقلبات الجويه. النص الثاني بيتجه نحو الانخفاض لانه بياخد من سمات فصل الشتاء. الملابس الشتويه لسه مع النص الثاني من فصل الخريف باذن الله. طب دكتور، في ناس بتحب بقى وهي نايمه بالليل تبقى فاتحه الشباك، يا ترى دي حاجه صحيه ولا ممكن تعمل لهم ازمات صحيه؟ مع انخفاض درجات الحراره فترات الليل والصباح الباكر يعني ممكن نحس بالبروده، وممكن ده يصيبنا بنزلات البرد، فاحنا ناخد بالنا يعني لو في تكييفات او مراوح او اي يعني المصادر ان هي تخلينا نحس ببروده وفرق درجات حراره ناخد بالنا من الجزء ده. لكن فتح الشباك ممكن ده بيساعد على تجديد الهواء في المكان ويقلل احساسنا بنسب الرطوبه، مفيش مشكله، لكن برضه ناخد بالنا ان احنا هنحس بالبروده فترات الليل المتاخره. بنشكرك شكرا جزيلا دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.